نسمع في كابوتشينو على كاب اف ام كل يوم من الاثنين الجمعة من 7 للـ10 متاع الصباح. اهلا وسهلا، صباح النور كابوتشينو على راديو كاب اف ام، اليوم الاربعاء 24 أفريل 2024. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع، تحيه طيبه لكم ان كنتوا تسمعوا فينا على راديو كاب اف ام. الحمد لله رب العالمين، امطار الغيث النافع تروي بلادنا، امطار ما شاء الله استبشر بها الفلاح وغير الفلاح. اليوم في كابوتشينو مش نحكيه في مواضيع متعددة، مواضيع الساعة تهم المواطن التونسي، مش نحكيه على العامرة، ماذا يحدث في العامرة، تطورات العامرة من ولاية إصفاقس في علاقة بموضوع الهجرة الغير شرعية وآخر التطورات. أيضا باش نرجعوا على مخرجات لقاء القادة الثلاث اللي قام في تونس الأيام اللي فاتوا، وفي علاقته بزيارة وزير الدفاع الإيطالي إلى تونس، بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية تهم المواطن التونسي والشأن العام. أيضا مش نحكيه على معرض تونس للكتاب، هذا كل ترخوه في الكابوتشينو، خليكم معنا حتى للعشرة. لكن قبل هذا كل هتمشي ونشوفوا حالة الطقس بتاع اليوم كيفاش مش يكون. الطقس اليوم باش يكون تتواصل فيه نزول الامطار نهار كامل بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، وتكون مؤقتا رعديه ومحليه غزيره بولايه سيدي بوزيد والقيروان وصفاقس وبجهه الساحل، حيث تتراوح اعلى الكميات ما بين 30 و50 ملم مع امكانيه تساقط البراد باماكن محدوده. الريح تهب من القطاع الشمالي قويه نسبيا، فقويه قرب السواحل ومحليا بالجنوب، وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق اما البحر، فيكون مضطربا فشديد الاضطراب. في اجمع الاشاره الى توصيات وزاره الفلاحه للبحاره والفلاحين باخذ الحيطه وتوخي الحذر، كما ينتظر اليوم ان تنخفض الحراره خاصه بالشمال والوسط، حيث تتراوح القصوى منها بين 13 و17 درجه وما تعداش درجات 10 بالمرتفعات، وتكون ما بين 19 و24 درجه بالجنوب. هذا طقسنا اليوم، بارد نسبيا مقارنه بالايام اللي تعداو، وممطر ان شاء الله في الاثناء. نستناو من هنا بعد شويه ذاك المرصد المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا الكميات المسجله، الى حد الان مازالت ما هبطتش الكميات المسجله نتاع البارح، ان شاء الله يا ربي نتمكنوا ان نكونوا حصلنا يعني نصيب باهي من الامطار اللي شملت بلادنا البارح، وان شاء الله مع تواصل الامطار اليوم تكون تحسن حتى في منسوب المياه داخل السدود. هذا فيما يخص في علاقه بالامطار والفلاحه في بلادنا، واليوم الفلاح تقريبا ضحكته مشكون عريضه وغير الفلاح الحقيقه. الامطار وقت اللي تصب يعني تدخل نوع من البهجه على المواطن التونسي، خداش متوحشين لنا برشا عليها. يا ربي ان شاء الله يغيثنا، وان شاء الله ربي يرحم بلادنا، وان شاء الله ربي يرحم فلاحتنا جميعا. ننطلق باذن الله في الكابوتشينو مباشره بعد الفاصل بتاعنا في اولى مواضيعنا.